عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. ان شاء الله النهاردة عزومتنا على ايه؟ النهاردة عزومتنا على كحك وسابليه. ان شاء الله الوصفات تعجبكم وتجربوها. اولا بنقول كل سنة وكل اخواتنا المسيحيين بخير. وبعدين الكحك والسابليه والحاجات دي مش شرط في الاعياد، سواء اعيادنا او اعياد المسيحيين، لا هي ممكن تعمل في اي وقت في السنه، خصوصا في الشتاء بيحب الحاجات دي، فممكن نعملها ونقدمها جنب اي مشروب في اي وقت، هتبقى لذيذه جدا. تعالوا بينا يلا نشوف مقاديرنا. واول وصفاتنا هتكون ايه؟ اول وصفاتنا هتكون الكحك. هنعمل الكحك بطريقه المحلات، هنعمله على البارد، وان شاء الله ان شاء الله النتيجه تحفه. تعالوا بينا نقول المقادير وبعدين نشوف مع بعض الطريقة. مقاديرنا هتكون عبارة عن كيلو من الدقيق، كوبايتين ونص من السمنة، والسمنة تكون بدرجة حرارة المطبخ. الكوبايتين ونص دول بيبقوا حوالي 650 جرام للناس اللي عايزة تعاير بالجرامات. هنحتاج باكت كريم شانتيه، 3 معالق كبار من السمسم المحمص، لأننا هنعمل على البارد فمش هنقدح سمنة وبالتالي هنحتاج السمسم محمص، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من ريحة الكحك، ورشة ملح، وكوباية لبن دافي. تمام، دي مقاديرنا. الحشوة بقى ترجع ليكي، عايز تعمليه سادة، عايز تعمليه بعجوة، عايز تعمليه ملبن، عايز تعمليه بعجمية، ليكي فيها مطلق الحرية. احنا النهاردة هنحشي عجوة وهنعمل سادة، وتعالوا بينا يلا بقى علشان ايه؟ نشتغل. وما تنسوش ارقامنا اللي تقدروا تتصلوا بينا عليها، 0909 710، وعلى الموبايل 1710. ويلا بينا. دايما بقول الدقيق بتاعنا انخليه مرة واثنين وثلاثة، كل ما بتنخليه اكتر كل ما بيديكي نتيجة حلوة قوي، والهواء بيدخل جواه وبيديكي منتج هش. فيلا بينا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نحط الدقيق في العجان. ما شاء الله عندنا عجان جديد بقى. ادي الدقيق، هحط مع الدقيق ايه؟ هحط فيه كل المكونات الجافه. عندي معلقه من البيكنج باودر كبيره، السكر، ريحه الكحك. ولينا واقفة هنا مع ريحة الكحك، في لينا حبايبنا اللي في الدول العربية ومش موجودين في مصر فما بيلاقوش ريحة الكحك. طب نقول ريحة الكحك بتتكون من ايه؟ ريحة الكحك بتتكون من قرفة، قرنفل، زر ورد، كبابة صيني، و احنا قلنا قرفة، قرنفل، زر ورد، كبابة صيني، وزنجبيل. تمام، الحاجات دي كلها هناخد من كل حاجة ربع معلقة ونقلبهم مع بعض، وفي كمان حبهان. تمام، لو مطحونين هناخد من كل حاجة ربع معلقة ونحطهم على بعض، يا إما نطحن كل حاجة لوحدها وبرضه هناخد من كل حاجة ربع معلقة، نقلبهم مع بعض كويس. ولكل كيلو دقيق معلقة صغيرة من الخليط ده. تمام، الخليط هيبقى معانا بالشكل ده وهيديكي ريحة حلوة قوي قوي للكحك. يلا بينا نحط ريحة الكحك. هنحط كمان الخميرة طبعا لو متأكدين ان هي شغالة وفعاليتها كويسة قوي. عندي باكت من الكريم شانتيه الباودر هضيفه، وعندنا 3 معالق كبار من السمسم، والسمسم هنا لازم يكون محمص بالشكل ده. احنا لما بنكون بنعمل الكحك على السخن بعد ما السمنة بتقدح جامد بنحط فيها السمسم الني فبيتحمص وبيدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. اما دلوقتي بما اننا هنشتغل على البارد او السمنة هتكون باردة فما عندناش حاجة سخنة ان هي تحمص لي السمسم، فلازم نستخدم السمسم محمص. يلا بينا هنضيفه، وما ننساش ذرة الملح. هنجيب الملح بتاعنا ونحط ذرة ملح، يعني ربع معلقة كده صغيرة، ونبدأ نقلب المكونات دي مع بعض. بسم الله، نحط الوطا عشان ايه؟ نحافظ لنا على الدنيا شوية. بسم الله، هنقلب المكونات دي مع بعض كويس.
كده ان كل المكونات الجافة امتزجت مع بعض واختلطت مع بعض كويس جدا. تعالوا بينا بقى نرفع 650 جرام من الزبدة من السمنة، تمام، حوالي كوبايتين ونص، وننزلهم على الدقيق عشان نبسه مع السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا ان السمنة بدرجة حرارة المطبخ، لا هي سخنة ولا هي متجمدة. نزل كل المقدار، المعلقة بتفرق. ونبدأ نشغل تاني علشان نبس الدقيق مع السمنة. عندنا عجان هنعمل بيه، ما عندناش عجان بالطريقة التقليدية جدا، اللي هي هنمسك الدقيق مع السمنة ما بين ايدينا وندعك الدقيق في السمنة لغاية ما الدقيق يتشرب كل السمنة اللي عندنا. يلا بينا. تعالوا نبص بصة كده الدنيا اخبارها ايه. بصوا معايا كده، الخليط بقى بالشكل ده، خليط ناعم، الدقيق اتشرب السمنة خالص، تمام. وزي ما قلنا الطريقة المعتادة ان احنا بنبس كده الدقيق بايدينا، ده لو ما عنديش العجان. العجينة بقت تحفة جدا. هقلب كده عشان لو في حاجة لازقة في الحروف. ومعانا احمد. الو الو، ازيك يا احمد؟ الحمد لله. الو، الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله يا احمد كويس دايما يا رب. في سنه كام يا احمد؟ سنه اولى اعدادي. ما شاء الله، خلصنا امتحانات ولا لسه؟ اعتقد لسه. ربنا معاك ان شاء الله يا حبيبي، انت وكل اولادنا ان شاء الله. ليك اي سؤال؟ طريقه البيتزا. عناية يا احمد. حاضر، عناية الاثنين. ماشي يا احمد. ريهام ارجوكي النهارده ننزلها عشان امبارح طلبت مننا كمان كتير، معلش عشان خاطري كده ما ننساش. هكمل. بعد ما اخذنا القوام الناعم بتاع العجينه هبدا انزل اللبن. العجينة بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي العجينة. تمام، وهنلم بقى العجينة على بعض. ومعانا ايمان. الو يا ايمان، ازيك؟ الو الو، ازيك يا فاطمه؟ اهلا وسهلا، ازيك يا ايمان، عاملة ايه؟ الحمد لله. انا اللي كنت سألت حضرتك على الرقاق الطري. اهلا وسهلا، عملتيه طيب؟ طب ايه؟ خط فصل؟ طب حاولي اتصلي بينا تاني يا ايمان، كنا عايزين نعرف النتيجه والله. كده خلاص العجينه معانا زي الفل، قابله للتشكيل. هعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي اجهز معايا الصاج اللي هدخله الفرن.
تمام. يا نفرش ورق زبدة يا إما دهنة بسيطة خالص خالص من الزيت، مش عايزين كتير، هي يا دوبك كده رشة بسيطة، ومعانا فرشة هندهن. تمام. حلو قوي. تمام كده هنبدأ بقى نشكل الكحك بتاعنا. عندك الكيلو دي اللي احنا عملناه ده، تقدري تضيفي له من كوبايه، من نص كوبايه لكوبايه لبن على حسب ما ياخد معاكي، برضو بيفرق من نوع للتاني. اغير بس الجلافز. ومعانا فاطمه. الو الو الو، اهلا فاطمه، ازيك؟ الو، ايوه، ازيك يا شيف فاطمه، عامله ايه؟ ازيك يا قلبي، عامله ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. يا رب دايما بخير يا حبيبة قلبي. اتفضلي يا فاطمة. والله يا شيف فاطمة، أنا أول مرة أتصل على التلفزيون، كان نفسي أسمع صوت حضرتك جدا. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي، كلك ذوق، ده شرف ليا والله. أنا متابعاكي على طول والله. حبيبتي منوراني. حابه اسمع صوتك بس، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي، وانت طيبه وسعيده يا رب. تسلمي لي يا بطوط. ليكي اي سؤال؟ الخط فصل. طيب شكرا ليكي يا بطوطه. مش لازم العجينه تطرى معاكي قوي، لانها كل ما هتطرى قوي كل ما هتبقى معاكي ناشفه بعد التسويه. معلومه مهمه جدا جدا نخلي بالنا منها واحنا بنعمل الكحك. العجينة كل ما بقت طرية كده وسلسة معاكي كده في الشغل، هتطلع معاكي الكحكة ناشفة لأن سوائلها زادت. اوعي تزودي عن كوباية لبن مهما حصل، هو معاكي من نص كوباية لكوباية، أكتر من كده ما تحطيش علشان تطلع معاكي النتيجة حلوة والكحكاية تبقى ناعمة وهايلة جدا. تمام تمام. أنا بعمل كده السادة، ودلوقتي بصامة بمنقاش على حسب ذوقك بقى وعلى حسب راحتك. تعملي بالبصامة كده وتاخدي شكل لطيف. تمام. نعمل تاني علشان نحشي بقى بالعجوة. العجوة علشان تحشي بيها وتطلع معاكي بعد السوا طرية لازم تدعكيها بمعلقه زبده. طيب لو العجوه اصلا ناشفه معايا ومش قادره ان انا حتى اعجنها، خصوصا ان احنا في البرد اليومين دول، هتحطي العجوه في طاسه على النار، بس هتحطي معاها ايه؟ هتحطي معاها معلقتين ميه او لبن. تمام. وحطيها على النار بحيث انها ما تفقدش الرطوبه اللي جواها وتنشف معايا في الفرن. تمام. يبقى انا بحط لها ماده سائله زي لبن او ميه ومعاها الزبده، هيفكوا مع بعض وتدعكيهم مع بعض كويس قوي وتشتغلي بيهم، وما تطوليش على النار. مجرد بس انك انت تعرفي تعجني العجوه كده خلاص انت خدتي نتيجه مظبوطه. تمام. كتر قعدتها على النار بتطلع طبعا منها البخار او الرطوبه بتاعتها، بالتالي بتنشف معانا في الفرن. وبعد ما نعجنها بالعجوه بنكورها وتبقى جاهزه معانا ان احنا نحشي بيها على طول الكحك اهو بالشكل ده. اظن ولا اسهل من كده، وصدقوني النتيجه ان شاء الله هتعملوها هتبهركم ولا احلى من كده. طبعا كل ما استخدمتي نوعيه سمنه كويسه كل ما هتاخدي ريحه وطعم هايلين جدا. الكحكايه بقى براحتك انت، عايزاها اكبر عايزاها اصغر زي ما تحبي. انا عن نفسي بحبها كل ما صغرت كانت افضل علشان تبقى على قطمة واحدة. هنسوي ازاي بقى؟ نيجي للتسوية بعد التشكيل ده. هسيب الصاج بتاعي كده نص ساعة. تمام. وبعدين ادخل الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد في الفرن حوالي يعني 20 لـ30 دقيقة على حسب. تمام. لو لقيتي اخد لون من تحت بيتحط على الشبكة طبعا الوسطانية زي اي بسكوت. تمام.
عشان يستوي براحته الكحك وما يتلسعش مننا من غير ما يكون استوى. فنحطه على الشبكة الوسطانية على درجة حرارة 180 لغاية ما ياخد لون من تحت. ولو حسيتي ان هو محتاج ياخد لون من فوق حطيتي وتشغلي الشواية طبعا بعد ما ياخد اللون الذهبي الجميل من تحت. تمام بس كده ويطلع معاكي احلى كحك في الدنيا. ونبصم دول كمان. ومعاكي ومعانا ايمان. الو فاطمه معلش الخطا. اهلا يا ايمان ازيك اتفضلي يا قلبي اتفضلي. بقول لك الرقاق انا عملته وطلع تحفه بجد الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي. والله طلع جميل جدا الف هنا يا روح قلبي الف هنا والله تسلم ايديكي الحلو. وعجب كل اللي في البيت والله وطلع حلو قوي. طب الحمد لله يا حبيبه قلبي والله ده اكتر حاجه بتسعدني والله. تسلمي وتعيشي وتسلم ايديكي الحلوه اللي عملت والله. ايديك على الحاجات الجميله دي والله. الله يخليكي يا حبيبه قلبي تسلمي لي وتعيشي يا ايمان. ميرسي بجد انك انت اتصلتي تاني علشان اطمن على الرقاق. نورتيني يا روحي. هي دي النتيجه اللي احنا بنبقى مستنيينها ان انتوا تجربوا الوصفات وتنال اعجابكم. هي دي فعلا زي اللي بيمتحن كده ومستني النتيجه بتاعته لما بتيجي حلوه كده بقد ايه سعيد ومبسوط. ربنا يا رب يجازينا ويجازيكم كل خير على جبركم لخواطرنا. بالشكل ده ممكن اعمل كيلو الكحك كده وانا واقفة في المطبخ علشان يبقى عندي في البيت حطه في علبة كده واخليه هقدم لأي ضيف عندي او للولاد ولا لينا احنا كوباية شاي كوباية اي حاجة ومعاها كحكاية كده هتبقى لطيفة جدا جدا. فالكحك كمان مش بتاع مناسبات بس احنا بقينا نعمله في كل وقت. عايزين فصل؟ عينيا الاتنين حاضر. يلا نبصم دول ونطلع فاصل اكمل انا الصاج ونرجع نحطه في الفرن. اوعوا تروحوا في اي حتة مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا الكحك خلاص زي ما قلنا هنسيبه نص ساعة كده وبعدين هنبدأ ندخله الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 علشان ياخد لون معانا. لو أخد من فوق ومن تحت كده تمام. خد من تحت بس ومحتاج ياخد من فوق هنطفي تحت ونشغل الشواية عليه ونخلي بالنا علشان ما يتحرقش مننا. يلا بينا على الشبكة ونسيبه بقى على درجة حرارة 180 ودرجة الحرارة لا متظبطة والدنيا تمام على البركة. نيجي بقى للسابليه. السابليه طبعا من البسكوتات وانواع البيتيفور الروعة جدا اللي كمان شكلها بيبقى مشهي جدا حلوة قوي في التقديم في المناسبات والاعياد. كمان حلوة جدا في التقديم زي ما قلنا جنب المشروبات للضيوف او لينا. تمام فان شاء الله نعمله النهارده بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه جدا وان شاء الله ان شاء الله يعجبكم. يلا بينا بقى نقول مقادير وبعدين نشوف الطريقه. عندنا 3 كوبايات دقيق ونستخدم دقيق نوعيه كويسه والدقيق يكون منخول. كوبايه زبده وبرده كل اختياراتك لما تكون كويسه نوعيات كويسه في الاخر الناتج هيطلع كويس جدا جدا. فلو الزبده كويسه والدقيق كويس هتلاقي النتيجه روعه جدا. يبقى كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ في الوقت اللي احنا فيه ده تمام بما اننا الدنيا برد وكده فهيبقى الدنيا تمام جدا. نص كوباية سكر بودر بيضة معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة رشة ملح وللتزيين ليكي بقى في مطلق الحرية تقدري تستخدمي صوص توفي مربى بس اي مربى هتستخدميها لازم تكون بيوري ما فيهاش قطعة. كوباية شوكولاتة اللي هي الشوكولاتة القابلة للدهن. عندنا بقى عين جمل سبرينكلز كريز اللي متوفر عندك. شوكولاتات بقى خام سواء بيضة او بني اللي انت عايزاه. انا هوريكم النهاردة شوية تزيين بسيط كده وانتوا ليكوا بقى مطلق الحرية وابدعوا براحتكم. في البداية هنفتح بقى العجان بتاعنا علشان نبدأ نحط الزبدة. احنا ممكن نركب السلك افضل
تمام، وحط الزبدة. تمام، ومعانا يوسف. الو الو، بسم الله الرحمن الرحيم. الو، ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام؟ الو الو، فصل. طب حاول تتصل بينا تاني يا يوسف. يلا بينا بقى، احنا حطينا الزبده، تعالوا بينا نضربها شويه في العجان. نضيف عليها السكر، والسكر يكون بودر ومنخول. يلا نكمل. كده نبص بصة، بسم الله الرحمن الرحيم. كده الزبدة خلاص اختلطت كويس جدا جدا مع السكر. هنضيف البيضة، ومعانا أم ساندي، ونحط معاها الفانيليا. ألو السلام عليكم، ازيك يا فاطمة؟ أهلا أهلا، ازيك عاملة ايه؟ زي حضرتك. تمام زي الفل، ربنا يبارك لك يا رب على الوصفات الجميله اللي انت بتعملها لنا يا رب. تسلمي يا قلبي، والله تسلمي كلك ذوق. انا سبحان الله، والله كنت هتصل بحضرتك النهارده عشان اسالك على طريقه التوبليه. بجد؟ والله. طب الحمد لله، والله سبحان الله، يعني الحمد لله. وعايزه طريقه ثانيه بعد اذنك، ممكن تديني طريقه البطه البرتقال؟ عينيا، حاضر هقولها لك ان شاء الله. وتنزلي الوصفات الثانيه بتاعت التوبليه بعد اذنك. حاضر، هي هتنزل كل الوصفات تاني او المقادير تاني هتنزل معانا اخر الحلقه. ماشي حبيبتي، انا بشكرك جدا والله. عينيا ليك، تسلمي لي قلبي، لان جربت منك حاجات جميله. طب الحمد لله، والله تسلمي لي يا روحي، والله تسلمي وتسلم ايديك الحلوه. ميرسي بجد، تسعدوني بكلامكم الحلو ده. بعد ما عملنا او ضربنا مع بعض الزبده والسكر مع بعض كويس جدا، بقوا كريمي. ضفت بيضه، وضفت كمان معلقه من الفانيليا السايله، والفانيليا السايله بتدي ريحه قويه كده، بتخلي الدنيا تمام، مفيش اي ريحه زفاره. هحط بقى رشه بسيطه خالص من الملح، تمام بس كده. ويلا نخلط المكونات دي مع بعض، بسم الله. طبعا الزبده مع درجه الحراره البارده بتلزق شويه في جوانب البوله، فكل شويه كده ننزلها عشان تختلط مع باقي المقادير. ضروري كده نبقى مركزين مع الحاجه اللي احنا شغالين فيها عشان ناخد النتيجه اللي احنا عايزينها. ونكمل خفق.
المكونات كلها اختلطت مع بعض كويس جدا وبقى القوام متجانس مع بعض. هبدأ أضيف الدقيق. هننزل الدقيق بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا 3 كوبايات لازم يكونوا منخولين كويس ومن نوعية كويسة من الدقيق. في دقيق في السوبر ماركت بيبقى مخصص للكحك والبسكوتات، بيبقى أفضل كتير، بس أهم حاجة تقري عليه هل هو فيه خميرة، فيه حاجة عشان تظبطي حالك، عشان في حاجات بيبقى فيها الخميرة بتاعتها فبتدي نتيجة مش مظبوطة. تعالوا بينا بقى نكمل خلط المكونات. كده بقى انا محتاجه اعجن بايدي، فهنشيل الكلام ده كله عشان نجمع العجينه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هنفضي السلك المضرب وابتدي الم عجينه السابليه بايديا، عشان طبعا هي كده هتتقل على العجان ومش هتمشي معاه. يلا بينا. بسم الله. هتلاقي معاكي عجينة تحفة جدا مظبوطة بالملي. مجرد بس ان انا الم المكونات مع بعض، مش محتاجة عجن ولا اي حاجة خالص، نلم بس الدنيا كلها مع بعض عشان تبقى معايا عجينة سهل ان انا افردها واشكلها. في الصيف هتلاقي العجينه ممكن تكون سايحه معاكي شويه، فهتضطري انك انت تريحيها في التلاجة حوالي نص ساعه. في الشتاء مش بنحتاج الكلام ده، لان الدنيا بالفعل يعني جو مش محتاج خالص، فهتلاقي العجينه متظبطه جدا معاكي. بصوا بقى معايا العجينه عامله ازاي اهي. تمام، في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده. بصوا زي الفل، سهلة جدا ان هي تتشكل. بس احنا هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع نشكل السابلي بتاعنا. اوعى تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني وبدأت أشكل السابليه. والسابليه تقدري تشكليه في القوالب الصغيرة اللي هي بالشكل ده، تمام، بتبقى قوالب معدن اهي معايا في ايدي. ايوه تمام. بناخد جزء كده من العجينة، مش قادرة اقول لكم العجينة جميلة قد ايه، وعلى الهوا اهو وما ارتحتش ولا اي حاجة خالص. وبنبتدي نسكنها في القالب. اهم حاجة وانت بتسكنيها في القالب تبقى ايديكي حاسة بالعجينة سمكها قد ايه في القالب، ما يبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة، عشان يبقى كله بنفس السوى، تمام، ويطلع معاكي مظبوط جدا. ما يبقاش حتة تخينة وتلاقيها طرية وحتة رفيعة فتتحرق وتنشف وهكذا يعني. بس ونساوي الاطراف كويس جدا، تمام بالشكل ده. اللي بيتخرم بشوكه ما هو ده صغنن، فمش مش هيلحق الكلام ده. لو هنعمل حاجه على اكبر بتتخرم بشوكه علشان ما تقبش معانا. تمام كده، يبقى مهم جدا واحنا بنسكنها كده في القالب ان احنا ناخد بالنا كويس قوي ان يكون الطبقه كلها متساويه في السمك. ونساوي الاطراف، اي زياده نشيلها. تمام كده،
تحفة. طيب دي القوالب، اما الباقي بقى فهنفرده. طبعا ليكي مطلق الحريه تعملي الكميه اللي انت عايزاها. هنفرد العجينه بتاعتنا بسمك نص سنتي. بحب دايما احط عجينه البسكوت ما بين كيسين، ده افضل، بيخليها سهله معايا ان انا افردها بكل سهوله، وسهل كمان ان انا ارفعها من على الكيس عشان احطها في الصاج برضو بكل سهوله. بايديكي كده وتحسي برضو الدنيا كلها مستويه ولا في حاجه عاليه وحاجه سمكها قليل، ظبطي كله. هايل. قطعتنا، انا هحتاج موجود. لا ما شاء الله تسلمولي يا رب. بصوا بقى هبدا اقطع كده، مثلا دي ورده وورده كمان، بس هعمل واحده مقفوله وواحده هفتحها تاني بالتب بتاعتنا او البلبله الجنب الساده منها اهي كده، وفي النص كده هفرغها. تمام، وابدا اخدها. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الصاج يبقى دي مقفولة ودي مفتوحة. معنا رشا. ألو ألو يا رشا، خط فصل. تمام، نعمل واحدة كمان. يبقى من كل شكل لازم تعمليه عدد زوجي عشان يطلع معاكي بالشكل اللي هنشوفه. ادي واحدة مقفولة، بسم الله، واحدة مفتوحة. ده شكل. نقدر نعمل شكل مثلا تاني على شكل قلب كده وكده، ناخد اربعة برضو، نفرغ اتنين ونسيب اتنين مقفولين. سيبي فراغات ما بين البسكوتات وبعضها. ومعانا مدام هدية. الو الو، ازيك يا شيف فاطمة؟ اهلا وسهلا، ازي صحتك؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. خليك بركه اللي انت طيبه حبيبتي، وربنا تسلمي لي ولادك ويخليهم لك. حبيبتي تسلمي والله، كلك ذوق. الله يخليك. لو انا عايزه استفسر عن حاجه. اتفضلي. بالنسبه للكريم شانتيه، ايه كم جرام وايه فايدته في الكحك؟ بيدي طعم حلو جدا جدا. تمام، وكم جرام؟ أيوة. الباكت بيبقى حوالي 60 جرام اعتقد، الباكت. أيوة. اللي هو الجاهز بنجيبه من السوبر ماركت. ايوه، وبيدي طعم حلو جدا جدا وقوام حلو للكحك، ما تقلقيش. أوكي. جربي وعلى ضمانتي. طيب ماشي يا قلبي، نورتين. شكرا، كتر الف خيرك. شكرا، الله يخليكي. تسلمي، تسلمي يا رب. ادي السابلي زي ما قلنا، هنعمل اتنين مقفولين اتنين مفتوحين، مش اتنين بقى، العدد اللي انتوا عايزينه بالشكل ده. تمام، يلا نكمل بقى علشان الصاج بتاعنا يدخل الفرن. انتي كده زي الفل. خلصنا على درجة حرارة 170 على الرف الوسطاني، وهنسيب السابلي بتاعنا يستوي. يلا بينا.
تمام ودرجة الحرارة مظبوطة. وبص على الكحك ايه الاخبار، زي الفل واخد لون فوق وتحت والدنيا تمام. بسرعة نطلع. ايه دي الكحك اخد لون حلو قوي بره وجوه، تمام اهي هايل جدا. التشقيقه دي بقى جايه من انه ناعم، تمام الكحكايه ناعمه جدا. احنا قلنا المقدار 650 جرام. لو انت عايزه بقى الكحكه اللي هي متماسكه كده وماسكه نفسها، يبقى تقللي تخلي حوالي 500 وهتشيلي 100 جرام من الكميه. بس ده بقى الكحك الدايب اللي الناس بتعشقه، هو 650 جرام. انا هكتفي بالسابليه بالكميه دي عشان نبدا نزين. هننضف ورانا ونلم الدنيا. نجيب السابليه بعد ما بيستوي تمام. دول فاكرين الاتنين اللي احنا قلنا نعمل واحده مفتوحه وواحده مقفوله، لزقتهم مع بعض يا بشوكولاته يا بمربى وادونا الشكل الجميل ده. وادي القوالب معانا اهي، دي القوالب اهي، ومعانا هنا المربى والشوكولاته، ومعانا الحاجه سعاد. الو الو، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ فصل. طيب تعالوا بينا بقى ننزل. دي الشوكولاته بتاعت السندوتشات العاديه جدا. انا شكيت في الكيس برضه، انا حاسه ان في هوا بيطلع كده، محتاجه كيس تاني يا جماعه. نجيب طبق نحط فيه. خلاص احنا نخليها نفضيها في كيس تاني ونعمل نحشي مربى على بال ما نفضي ده. تمام، ممكن كيس سندوتشات المتوفر عندك مفيش مشكله كده. ونجيب عين الجمل ونحط على وشه. هو بس كان عايز شوكولاته كمان، اما نظبطها نحط لها شوكولاته. وادي المربى، وزي ما اتفقنا المربى لازم تكون ناعمه. لو حتى شارياها وهي فيها قطع اضربيها بالهاند بلندر او بالكبه، علشان لازم تكون بيوريه خالص زي ما انتم شايفين كده، تبقى سلسه معانا. تمام، ومعانا ايه تاني؟ ونحط ممكن سبرينجلز عليها. تمام، نعمل غيره. يبقى بقى لينا مطلق الحرية، نحط صوص كراميل، نحط شوكولاتة، نحط مربى وهكذا. نشتغل بالمربى لغاية ما ننقل الشوكولاتة في كيس. تمام كده، ممكن نحط لوز زي الفل. هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول نكمل تزيين السابليه. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم.
رجعنا لكم تاني. والله نكمل تزيين. عايزه بس ايه نحط ده، ممكن احنا عندنا هنا ميه سخنه والله هتنفعنا. شوكولاته طبعا عشان الدنيا برد شويه، فعلى طول على طول بتجمد مننا. هنحط شويه من الحنفيه، ميه عاديه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. عشان ما تدخلهاش اي ميه، نحطها شويه في الميه الدافيه تفك سريعا كده. ونشوف دي كمان الاخبار شغال. تمام. نفتح بقى الكيس بتاعنا فتحه صغيره جدا جدا، عايزين ينزل منها كده ايه يا دوبك سرسوب رفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ومعانا منى. الو الو الو. ايوه الو. اهلا وسهلا فاطمه حبيبتي، ازيك عامله ايه؟ انا وانتي طيبه. وانتي طيبه حبيبه قلبي، بالصحه والسلامه يا رب. الحمد لله. والحلاوه، ايه الحلاوه والجمال ده كله حبيبه قلبي؟ ده من ذوقك وعينيك الحلوه والله. تسلمي لي يا حبيبتي. تسلمي يا روحي، اتفضلي. نفسي بس اسال حضرتك سؤال، معلش بعد اذنك. اتفضلي يا قلبي اتفضلي. حضرتك انا عملت العجينه السحريه جميله. أيوة. جدا جدا جدا. طب الحمد لله. وعملت بيها البوريك زي ما حضرتك عملتيه. وانا حضرتك قلت ممكن نعمل منه الكرواسون والباتيه. ايوه. طيب ممكن حضرتك اعرف يعني الكرواسون مثلا لما اعمله اعمل كذا كوره وافردهم ما بينها زبده؟ ايوه بالظبط كده. بنفس العجينه؟ ايوه بنفس العجينه، هنعملهم كور وكل كوره. أيوة. هنفردها قد الرغيف كده ونحط. أيوة. زبده تكون طريه. تمام؟ مش زبده سايحه، زبده. أيوة. طريه. ونحط ونفرد ونحط. أيوة. ونحط حوالي 8 طبقات. أيوة. فوق بعض وندخلهم التلاجة. أيوة. وبعدين نطلعهم تاني نشتغل بيهم. أيوة. نفردهم بقى ونبتدي نقطع. أيوة. التقطيعات اللي احنا عايزينها. ايوه ميرسي قوي. شوف فاطمه ميرسي قوي جدا. حبيبتي حبيبتي نورتيني. تمام نورتيني يا حبيبه قلبي. طبعا التزيين بتاعك انت هيكفي على كده من الشوكولات دي، خليها هنا. ونجيب الشوكولاته البيضة زمانها فكت. يا سلام الحمد لله كده. تمام نكمل بقى. طريقه تسيح شوكولاته سهله جدا ومش هتاخد منك يعني اقول لك ايه دقيقه، ونتيجه هايله جدا. ابشري الشوكولاته بتاعتك. تمام. حطيها في كيس بلاستيك ومعاها معلقه زيت لكل كوبايه شوكولاته. وبعدين اربطي الكيس كويس قوي، حطيه في كيس تاني واربطيه كويس قوي. تمام. ونزليهم في ميه نقول ايه اكتر من الدافيه شويه، بس ما تكونش سخنه جدا عشان ما تخرزش معاكي الشوكولاته. واقعدي قلبي في الكيس شمال ويمين في الميه. تمام. وبعد ما يطلع نشفيه كويس قوي، طلعيه من الكيس، هيبقى في كيس تاني جوه، نشفيه برده كويس قوي. ابتدي استخدمي الشوكولاته بتاعتك، هتبقى سايحه ولا حمام بخار ولا اي حاجه خالص في ثواني. اظن كده ولا احلى من كده. خلصنا. نقدر نعمل ايه دلوقتي؟ نقدر ممكن نحط على حاجات كده، ممكن ناخد بندقه نحطها في النص. معانا ايه؟ الو. عندنا لوز، ممكن نحط لوز. لو عندك فستق مفروم هيبقى حلو جدا لانه لونه بيبقى مختلف شويه، يديكي شكل حلو قوي. المتوفر بقى عندك ممكن من غير بقى خالص، احنا هنكفي على كده. تعالوا بينا نجيب بقى اطباقنا الحلوه علشان نقدم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ليه من الحاجات الهايله جدا ونشوف اللي في الفرن عندنا.
زي الفل. ايه دي اللي احنا شكلناهم مع بعض؟ تمام. هنسيبهم طبعا يبردوا قبل ما نضيف لهم اي اضافات وقبل ما نلزقهم. وهي دي معانا كده، ممكن نحط في النص حاجات من الصغننه دي. وايه دي طبق كمان ما شاء الله، نظبط طبق كمان وبعدين نروح للكحك بتاعنا الحلو ده. نعم. ايوه كده تمام. تقول ايه بقى؟ قولي كده. تسلم والله يا موافي، ربنا يكرمك. يلا بينا طبق كمان. تحفه جدا. ولا ايه؟ كده هنكفي من السابليه وتعالوا الكحك بقى. طبعا الكحك احنا بنشيله السابليه الاول، نقول بنشيله ازاي. البسكوتات عامه بتتشال في علب تكون محكمه الغلق علشان ما يرطبش معانا ويفضل كده مقرمش وناعم لغايه اخر لحظه. تمام. الكحك برده نفس النظام، هنشيله في علبه محكمه ومن غير سكر. امتى هنحط السكر؟ ساعة التقديم على طول. تمام. يلا بينا بقى نحاول نقدم كده، واكيد لما يبرد ما ينفعش نحط عليه السكر وهو لسه طالع سخن من الفرن. اطباق التقديم دي اهم حاجة يعني في الموضوع، في الاخر بعد الشغل وبعد التعب ده كله، حته انك انت تقدمي الحاجه بشكل لطيف وبشكل شيك بتفرق جدا جدا في الموضوع تماما. نجيب طبق كمان. تمام. احنا مالينا ده خلاص، نبتدي نرص ده. بصراحة الأطباق شكلها شيك جدا جدا جدا. بنكرر الشكر لهاي ليديز على الحاجات الجميلة اللي قدموها لنا. كمان ده نحط عليه. وايه دي العلب بتاعه الكحك اللي بنشيل فيها الكحك بقى بعد ما يبرد تماما، ما ينفعش احطه فيها واقفله وهو سخن. يبقى بعد ما بيبرد هرصه في العلب اللي بالشكل ده واغطيه واشيله بقى، اطلع منها وقت ما انا عايزه ارش السكر واقدم على طول. تمام. ويفضل طبعا العلب المعدن لانها ما بتغيرش لا ريحه ولا طعم للبسكوتات اللي فيها. انا عايزه اعمل كام واحده كده بالسكر واقدم طبق من غير سكر، فهحط هنا شويه. في حاجه بعملها في البيت طبعا، لما اكون بحط سكر باودر ما بحطش كده على طول ورقه زبده علشان اقدر ان انا الم السكر الباودر تاني واشتغله مره تانيه. يبقى نفرد ورقه زبده ارص عليها الكحك وبعدين ابدا ارشه بالسكر، والسكر اللي بينزل على الورقه بعد كده بلمه وارجعه في الطبق تاني علشان استخدمه مره تانيه بسهوله. تمام. اتفقنا. كل ما تكون مكوناتك حلوه نوعيه كويسه هتديكي نتيجه هايله في المنتج النهائي.
حلو قوي. هجيب طبق احط فيه اللي من غير سكر. بجد الاطباق مغريه جدا جدا ان الواحد يقدم فيها، لطيفه، جاي لضيف احنا في البيت، بصراحه شكلها لذيذ قوي. بس كده انا ايه هفضي الدنيا عشان اطلع الاطباق دي قدام. متهيألي احنا مش محتاجين، ولا ايه رأيك يا ريهام؟ بصي معايا كده، دي حقيقة. ده كده كويس وده كده كويس. اوبا حلو كده، تابعوني بس. ودي كانت اطباقنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم وتقديمنا ليها كان تقديم موفق. شايفين كيلو دقيق وثلاث كوبايات، كيلو دقيق للكحك وثلاث كوبايات للسابليه، عملوا معانا كميه محترمه جدا. ان شاء الله ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هستنى بقى التطبيقات والتعليقات الجميله بتاعتكم على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه ابو حاتي. يا رب اكون وفقت النهارده في تقديم اطباقنا، وان شاء الله اشوفكم على خير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.